الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الفيسي من جميع تلك الناس القطرية. طبعا احنا الوفد المرافق لهذا المهرجان، مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث، يترأس سيد علي مخاتم الحشادي رئيس جميع تلك الناس القطرية. طبعا مشاركتنا هنا في السنة التاسعة الدورة التاسعة على التوالي مشاركة جميع تلك الناس. طبعا هناك عدة فعاليات راح تنظمها جميع تلك الناس بالتعاون مع جمعية عبد الصمد الكفاوي، منها مسابقات عدد السلوكي، منها مسابقات الرماية للفئات المحترفين والهواة، ومنها ايضا مسابقات جديدة وهي مسابقة الرماية وفي بالقوس، وفي هناك مسابقة طبعا مسابقة الرسم، بالإضافة إلى الفعاليات نقدمها يوميا في بيت الشعر القطري، فعاليات الرسم للأطفال الصغار. يا هلا ويا مرحبا بكم في بيت الشعر لجمعية تلك الناس القطرية، وهناك تشوفون إن شاء الله التراث القطري. يا هلا ويا مرحبا بكم.